أهلا بكم. هوس الرشاقة وارتفاع نسبة السمنة أو البدانة بين النساء هو محور حلقتنا لهذه الليلة، ونستضيف معنا في الاستوديو الأستاذة مروة العيفة، رياضية وسائقة الراليات السعودية. أهلا بك مروة. مرحبا أستاذة، هلا، شخبارك؟ الله يسلمك، الحمد لله. ومعنا أيضا المعالجة النفسية فاطمة باركر، رئيسة جمعية الرضا عن الذات العالمية. أهلا بك سيدة فاطمة. أهلا وسهلا. أهلي نادين، شكرا على الاستضافة. شكرا لك فاطمة. ارتفاع نسبة البدانة في الخليج يشار إليها دائما بأنها يعني زائدة عن الحد الطبيعي، حتى بلغت في السنتين الماضيتين أكثر من 60%. ما تتفقي معنا بأنها نسبة مرتفعة نوعا ما؟ طبعا هو احنا نلاحظ الان نسبة البدانة مرتفعة حول العالم ككل، والنسبة هذه 50 إلى 60 بتلاقيها في العديد والعديد من الدول، فبالتالي لما تكون متواجدة في الخليج فهذا شيء غير مش غريب بالنسبة للإحصائية، يعني شيء ممكن تكون حقيقية. نعم. ما رأيك مروة بارتفاع نسبة البدانة في الخليج؟ أعتقد أن في كثير من العوامل والأسباب اللي أدت لارتفاع هذه البدانة، اللي أعتقد اللي متأكدين إحنا نتناقشها اليوم في البرنامج، فأعتقد أنها نسبة كبيرة ومفروض أن إحنا نبدأ نحد منها، لأن هي مش أساس أن المظهر، هي صحيا المفروض أن نحد من البدانة. أنت تتفقي أن البدانة مرض؟ تتفقي مع هذا القول؟ لا، هي مش مرض، بس أعتقد هي طبيعة جسم الإنسان بمختلف نوعيات الأجسام، بس هو مش مرض، يعني بإمكان التحكم فيه. نعم، ألا يؤدي إلى أمراض فاطمة؟ والله أنا مثل ما قالت الآنسة مروة أنه هي ليست بمرض، ولكن في صناعات تكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت بيهمها أنها تخلق أسواق لكي تبيع، فمن ضمن الأشياء اللي تخلق هي أمراض مختلفة. يعني في أمراض لو تيجي تشوفي كيف كنا نعيش في 50ات في 60ات، هتلاقي نفس الأشياء أو نفس الحياة اللي بنعيشها الآن بيقولونا فيها خطر أكثر، يعني الأطفال تلعب برا في التراب إلى آخره، الآن ميكروبات، كان الناس تعيش أطول وعندها أقل أمراض، فبالتالي في أمراض كثيرة اخترعت، ومنها مرض البدانة. وهو اخترعت طبعا، إذن غير موجودة يعني. لا، البدانة ليست مرض، ولكن لو لا نعالجها أو يعني تتأثر فيها العوامل الموجودة حاليا اللي هي انقاص الوزن والحميات الضارة إلى آخره، فبالتالي تصبح مرض نفسي. ومن المسؤول عن اختراع هذه الأوهام؟ السلك الطبي مع الأسف، صناعات الحمية، صناعات اللي هي صناعات خلقت أساسا لأنه خلق مرض السمنة. السلك الطبي يعني، نعم، حين يصدر معلومة، نعم، ألا تكون نتيجة نتائج بحوث طويلة؟ طبعا عملت العديد والعديد من البحوث وتبينت، ما هي مخترعة حقيقة، لازم نشوف وراء البحث من الممول للبحث، في ممولين لهذه الأبحاث اللي بتهمهم أنه البحث يكون إيجابي حتى أنه تخلق كل هذه العيادات والمستشفيات والأمراض إلى آخره. فعملت العديد والعديد من الأبحاث والدراسات اللي بينت، أخذوا ناس اسمان، إحنا لما نتكلم على السمنة الآن هي في تزايد، زي ما قلت أنه العوامل الكثيرة اللي دخلت فيها مروة مثل ما عارفة طبعا أنه زادت، فأصبحت مرضية، أصبح فيها الاكتئاب، أصبح فيه أمراض ثانية مرتبطة بقلة الرياضة وبتعاطي أشياء مختلفة، غذاء سيء إلى آخره، فلأنه خلق هذا المرض، والعلاج اللي خلق لهذا المرض غير يعني غير نافع. لو تيجي تشوفي كصناعة، يعني كصناعة 95-98% من المنتج اللي هو صناعة الحمية فاشل، وهي من أعظم وأقوى الصناعات ربحا. طيب قبل ما ندخل بالحمية، نعم، أبغى أركز، نعم، على الأمراض التي تؤدي إليها البدانة أو السمنة. نعم. يعني ما تتفقي مروة، تتفقي مع سيدة فاطمة في بكلامها، أم تعتقدي أن الأمراض هذه ما هي مخترعة وهي موجودة؟ لا، عن البدانة. إيه، أنا أتفق معها، لأن أكيد مثل ما هي قالت في ممولين كثير وراء هذا الموضوع، فمتأكدة أن شركات الأدوية على أساس تنتج العقاقير اللي تنحف واللي تخفف من مستوى الكوليسترول أو الدهون الموجودة في الجسم، واللي أعتقد شركات ربحية في نهاية اليوم، مش إن شركات تعالج البدانة. طب وأمراض الكوليسترول والقلب؟ ممكن واحد يكون ضعيف وعنده أمراض القلب، فهي تعتبر كوراثة، أمراض وراثية. بس الكوليسترول ما يجي إلا من الدهون.
لا في ناس بنحاف كثير عفوا ما نروح تفضل في في, في 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 ناس ضعاف وعندهم نسبه الكوليسترول مرتفعه مثل ما انا يعني شويه ناصعه عندي فقر دم. جميله جميله ما تقولي شيء على نفسك انت جميله لانه ما حنتكلم بعد شويه اذا في امكانيه عن لغه على لغه البدانه. لما واحده تقول انا شويه ناصعه فمعناها انها تذم في نفسها. نرجع لقاموس خلينا نركز على هذه النقطه. بس بين قوسين الامراض موجوده. ولو نيجي نشوف هذا الكوليسترول ضغط الدم الى اخره, لو تيجي تشوفي ايضا صناعه الادويه تعمل دائما على انه انقاص المعدلات, انقاص معدل مثلا ضغط الدم. فالشريحه اللي كانت في فتره زمنيه ما عندها ضغط الدم لا تعاني من ضغط الدم, لما تقرر وزاره الصحه الامريكيه يعني the World Health Organization انها بتنقص او تغير من هذه المفاهيم او تغير من هذه المعدلات مثل معدل السمنه لو نتكلم عليه, فتصبح هناك شريحه كبيره من الناس تصبح ايضا عندها هذا المرض. مثلا السكري معدله بينقصه من ما احبش ادخل انا في الاشياء العلميه كثير, ما في معنا كمان طبيب ممكن نساله هذه الاسئله. فابغى اسالك انا, هل برايك السمنه مؤشر صحي ام غير صحي؟ والله لو تركت كما خلقها الله فحتكون شيء عادي, يعني سمين ونحيف بيعيشوا حياتهم وثم يتطوروا في جين أمراض تجيهم عن طريق الجينات, وفي أمراض تجي عن طريق أسلوب الحياة, في أمراض أخرى تجي من حوادث أو من ملوثات ومن البيئة. يعني لو تركت كما خلقها الله صحي. طبعا حتكون صحية, على الأقل حتكون صحية من الناحية النفسية. يعني على الأقل مش أنا أحس بنقص قدامكم مثلا. لأنه من سنين بيقولوا أنه الجمال هو حجمك وحجمها, أما حجمي أنا فشيء منبوذ. فإحنا لما نيجي نتكلم عن الصحة ونيجي نتكلم عن الأمراض, لكن هذا يعني هذا يعتمد على معايير الجمال اللي تختلف من عصر لعصر. يعني قبل 40 سنة كانت المرأة الممتلئة هي المرأة الجميلة. صح, ولكن إحنا الآن في استعمار فكري واستعمار حجمي بالأحرى. يعني تلقاي تقريبا 80% من النساء في أمريكا غير راضيات عن أنفسهم وتسمى عبدات لأجسادهم. أمريكا العظمى على طول عاملين حمية وعلى طول حتشوفي في كل نسبة البدانة مرتفعة جدا من أكبر دول العالم في البدانة. ولكن إحنا لا نرى في العالم الآخر, لا نرى هذا الوجه للبدين لأمريكا, لكن نرى الوجه الآخر اللي هو طبعا الصناعات بهمها أنها تبرزه للعالم.